السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم وحلقة جديدة من برنامج أنت المهم. قبل أيام نفذت أمانة بغداد حملاتها لرفع التجاوزات من الأرصفة والطرقات العامة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وسط اعتراضات وتظاهرات كبيرة من قبل أصحاب البسطات الذين وصفوا الإجراءات بالظالمة دون تقديم البدائل والحلول. فلنشاهد. بغداد الجديدة تصنع أزمة ما بين المواطن والمسؤول. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، شعار ارتفع صداه في مختلف مناطق العاصمة استنكارا لإزالة البسطات والأكشاك من الشوارع وتدمير بعض واجهات المحال التجارية من قبل أمانة بغداد في منطقة بغداد الجديدة. جموا بالشفرات ويرمون طلقات علينا، ومن هناك بدوا من هناك الحملة. هم جايين، يعني انت على شنو جاي ترمي طلقات؟ قل لي على شنو، يعني هاي الفقره وين تروح؟ قل لي هسه اذا انا هسه شلت البسطيه مالتي من هنا وين اروح؟ اصير ارهابي؟ يعني هلا اصير ارهابي يلا شلون بالله؟ بس قلونا. انت يا رئيس الوزراء، انت مقبل على الانتخابات وهاي بسطيات والاف مؤلفه، زين انت اذا تفلش بسطيتي انا انتخبك بعد؟ فوق ما مشيني من هنا ومهججني وانا صاحب اصحاب، يعني كل اصحاب عوال. اقول لك سالفه، هذا سوقك شوفه، اذا ما بي شهيدين ثلاثة وكل بسطية تعيش بها عائلتين ثلاثة، الله شاهد. انتو مرضى دمار والله العظيم، صار لنا شهر احنا لازم واجبات، فلشت فلان بسطيات، فلشت فلان بسطيات، الى متى احنا نظل شنو نتركض ورانا؟ شرطة وحرامية، احنا شعب عراقي. يطالب اصحاب البسطات بايجاد البدائل والحلول مقابل ازالة مصدر رزقهم الوحيد، او تعويضهم بدلا من الاساليب القسرية التي تتبع ضدهم بحسب ارائهم. خلي الطينة بديل واحنا نطلع منه، نطلع لا يستخدم القوة ويانا ولا بد، احنا نطلع بس خلي الطينة بديل. صار لنا فوق العشر ايام ما مشتغلين، يومية تهديد، راح نجيكم بالليل، راح نجيكم الصبح، راح نجيكم السبت، راح نجيكم هاي عشر ايام على هاي الظل. واحنا حارين اللي هسه لا احنا المستوقين، لا احنا المفتحين ولا احنا المعزين. انا شهادتي ماجستير ماخذها من جامعة المستنصرية. يعني شنو ذنبنا وين نروح؟ لا تعيين، لا معامل، لا مصانع موفرين لنا اياها. هذه الحملة التي أطلقتها أمانة بغداد هدفها إظهار العاصمة بالمظهر اللائق وإبعاد البائع المتجاوزين عن الطرقات والأماكن العامة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد. لقناة الطليعة الفضائية، أمير الربيعي، بغداد. وحول هذا الموضوع يسرنا نستضيف اليوم رئيس لجنة النظافة والبيئة الأستاذ حسون الربيعي. مرحبا بكم أستاذ حسون. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعم حياكم الله. قبل أن نبدأ بالحوار مع الأستاذ حسون، المشاركة والاستفسار ما عليكم سوى الاتصال على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. بداية أستاذ حسون مرحبا بكم مرة أخرى. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم وبقناتكم الطليعة التي تشارك المواطن في هموم، في نقل همومه وإيجاد حلول مناسبة. قد تكون هذه الحلول مرة ترضي المواطن ومرة ترضي الجهة المسؤولة. نعم. فإن شاء الله أنتم راح توفقون بين هذه وتلك. نعم إن شاء الله يكون كلها نحن رضا المواطن إن شاء الله. طبعا ضعنا في صورة أستاذ حسون حملة رفع التجاوزات. نعم. في بعض مناطق العاصمة بغداد. نعم شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعيكم قناة الطليعة. أستاذ حسين، لا يخفى على المواطنين أنه موضوع رفع التجاوزات مو مسألة يعني طارئة الآن تعمل عليها أمانة بغداد. نعم. وتقوم برفع المتجاوزين سواء كان من الأرصفة أو من الأراضي الزراعية اللي حاولوا أنه أيضا يتجاوزون عليها. نعم. أو عن الأراضي التابعة إلى الحكومة سواء كانت إلى المالية أو إلى أمانة بغداد أو إلى غيرها من التصنيفات التابعة إلى الوزارات. نعم. الحملات ما أريد أقول مستمرة، هناك تقصير من أمانة بغداد في هذا الأمر، يعني تارة تجدها أنه هي مستمرة وتعمل على رفع المتجاوزين ومرة تسكت. هذا السكوت يعني في تقديري أنه نتيجة تواطؤ، أسميه تواطؤ، أنا مو ضد المواطن لكنه خلينا نفهم. هذا تواطؤ يكون ما بين المواطن وبين أمانة بغداد، ما أقول عند الكل لكنه موجود في أغلب الدوائر البلدية. لو عملت أمانة بغداد وبمعيتها 14 دائرة بلدية موزعة. طيب على أستاذ حسون، ما هذا التواطؤ يعني؟ هو يعني الآن أنت. نعم. تجد الحملات مستمرة. أبو مطعم متجاوز على الرصيف بمقدار 3 متر. نعم. ومطعم آخر أيضا متجاوز.
هذا المطعم ترفع عنه الميز والكراسي وتأمره أنه يدخل أو يدخله داخل المحل. ومرة لا تضرب الكبنك إذا كان مطلع يعني مظلة راح تضربها مثل ما عملت عليها في بغداد جديدة وغيرها، راح تشيلها وترفعها وتلقى متجاوز آخر تغض النظر عنه. هنا أنت راح تقراها أو المواطن البسيط المشاهد راح يعرف أنه هناك تواطؤ ما بين الدائرة البلدية وما بين البعض نتيجة الفساد المالي اللي راح يكون يدخل هو بهذا الجانب. نعم. طيب أستاذ، أنا حس يعني على أمانة بغداد أن تعمل بمسطرة، تخلي المسطرة وتسحب بدون أنه لماذا على الشخص الفلاني أو الشخص الفلاني. نعم. لماذا هذا التواطؤ اللي موجود كما ذكرت حضرتك، وأيضا لماذا هذه المفارقة يعني بين هذا الشخص وذاك الشخص؟ يعني مثلا هذا الشخص إذا هو مثلا قريب من الأمانة ماشي شغلته، خلينا نحكيها بالعامية. نعم. وأكو شخص مثلا هو رجال فقير وعلى باب الله وقاعد يفتح له بسطية، هذا يشيل من البسطة مالته، يعني مفارقات من الموضوع. تمام أستاذ حسين، يقين هو اللي يفتح له بسطية معناه ما عنده القدرة على أن يفتح محل. أكيد. وأكو العكس طبعا اللي هم قسم قليل منهم. طيب. عند الإمكانية وتلقيه هو فاتح بسطية بالمنصور وبالحارثية وبالكرادة وبغداد جديدة. طيب. هذا ما يعلن عنها هو. ويقول لك أنا طالع على باب الله. نعم. ومو بالضرورة أن يقول لك أنا أمتلك هالقد أموال. نعم. ونعم أكو آخرين هو ما عنده، هو طيب. لو عنده لو لا أنه الحاجة دعته أن يفتح بسطية كان يفتح له محل ويدفع ضريبة ويدفع إيجار ويدفع أكيد. كل هذني. نعم. هذا اللي متمكن راح تلقاه أنت هو متخلص من الضريبة، من ضريبة المهنة. متخلص من ضريبة أخرى، ضريبة الدخل، لأنه مو مسجل كتاجر أو صاحب محل. نعم. هذه أيضا متخلص منها. الكهرباء متخلص منها لأنه هو ما أخذ له مسوي مكنك أو متشطل على الكهرباء الوطنية وساحب لواير تلقيه مخلي له سواء كان مجمدة أو شيء، والإنارة مالته كليتها موجودة. نعم. هذا كل الاستهلاك اللي موجود هو ما يخسر من عنده، ما يدفع شيء إلى الدولة. فبالتالي إذا أريد نحسبها بحساب ورقة وقلم نقول أنه هو خدم الدولة لو ضر الدولة، لا ضر الدولة. هذا واحد. طيب. اثنين، هل أنه نفع الناس اللي موجودين؟ قد أنا أقدر أشتري من أبو البسطية أستقرب وما أروح للمحل لأنه يمكن الأسعار مالته تكون مناسبة أرخص من أبو المحل. نعم. فأني يعني أروح لأبو البسطية. طيب. ولكن أنا بذهابي إلى البسطية راح يصير هذا الاكتظاظ على الأرصفة ويمنع السابلة من قدرة التحرك بالشارع على الرصيف. نعم. والشارع عفوا الرصيف هو مو حكر على جهة. نعم. ولا ملك أبو البسطية ولا ملك كل الناس المارة اللي على الأرصفة اللي تستخدمها كسابلة. لو تسأل الناس أنه أنت متضرر من أبو البسطية لو منتفع، يعني أنا اللي أشتري وأنت اللي حضرتك تشتري. نعم. قلة قليل اللي يشترون، لكنه المتضرر الأكثر المواطنين. نعم. إيش قد عندنا بسطيات؟ أخذ على سبيل المثال بالمنصور اللي. نعم. هي الآن ما موجودة بالمنصور، اللي كانت مثلا مقابل أمانة بغداد. نعم. من ساحة الخلاني باتجاه الشارجة على شارع الجمهورية. نعم. إيش قد تلقى أهل البسطيات ومن المتضرر؟ أبو البسطية لو المارة. المارة يتأثرون أكثر. هذا بالشارع العام. إذا تريد تدخل إلى مناطق يعني سكنية مثل الكرادة، لا، المتضرر المواطن أكثر. نعم. المواطن متضرر أكثر من أبو البسطية. فأني أتمنى يعني حتى من قناتكم الموقرة. نعم. أن وأي مسؤول وأمانة بغداد أن تتعامل مع هذا الأمر بحيادية. كيف تتعامل بحيادية؟ يعني أمانة بغداد المفترض بها أنه مو اليوم تبلغني وباكر تجي ترفع البسطية مالتي. نعم. خلي يكون التبليغ كأن يكون قبل شهر مثلا، قبل لا شهر يعني. أنا همين رح أقول أنه الأمانة عاجزة على أن تحل هاي المشكلة. طيب. أنا أتمنى أنه يكون التبليغ خلال 72 ساعة أو خلال أسبوع. نعم. خلي خلال أسبوع. طيب. هذا التبليغ اللي راح يسوي أنا أباوع يعني إما أن ألقى صورة حل مع أمانة بغداد أو الدائرة البلدية المعنية اللي هي موجودة بالمنطقة. نعم. كأن يكون أنا قد حاجز مسافة، إذا أنا كنت حاجز شاغل مسافة مساحة على الرصيف. نعم. 3 متر مربع أو 2 متر مربع، 2 في 3، خلي أنا أرجع عن الرصيف وأترك مجال للسابلة وبالتالي أنا ما أضر السابلة واحد، ويعني خليت فجنبة حضارية إلى بغداد. هذا للأسف ما يتم التعامل به، يعني أبو البسطية يشعر أنه هو ملك الشارع والشارع ملكه. هسه أنا قد واحد يقول هذا وين هذا ضد أهل البسطيات، لا أنا مو ضد أهل البسطيات. طيب. لكنه إحنا الآن نريد ننهض ببغداد بعد 2003
عملت الجميع عمل على أن ينهض ببغداد هسه بشكل أو بآخر. نعم آخرين تقاطعوا مع العملية السياسية، أثروا على العملية السياسية، على رفدها، على تقديمها، على تقديم مشاريع حيوية وناهضة، ولكن بالمجمل نعم. الجميع يقول لك بغداد حاضرة العراق وحاضرة الوطن العربي. طيب. فأنا كيف أنهض ببغداد؟ يعني أكو لجنة للذوق العام في أمانة بغداد، ويعني قد تكون مفعلة، مو مفعلة 100%. نعم. هذا الذوق العام مسؤولة على أن تكون الأرصفة خالية من البسطيات اللي موجودة. نعم. لأنه ما تنقل صورة جيدة وحضارية عن بغداد. هذا واحد. نعم. اثنين، على أمانة بغداد أيضا أن تجد حلول مناسبة. هسه قد ما ترى في كل مناطق بغداد، لأنه مثلا بالكرادة ماكو مناطق فاضية أو فضاءات فارغة حتى تقعد أمانة بغداد وتعمل أسواق موجودة، يعني كأن تكون تعملها على شكل سندويش بنل بمساحات محددة، كأن تكون 2x3، 3x3، وتأجرها. بإمكان أمانة بغداد أن تستخدم مستثمرين سواء كانوا عراقيين، لأن هذا مو عمل فد مشروع استراتيجي عملاق عبارة عن كرفانات أو يعني أكشاك سندويش بنر، بالإمكان أنه العمل عليها. وأنا أعتقد إذا وجدت أمانة بغداد الحلول لأصحاب البسطيات، واللي هاي ترهم أرجع أكرر أنه في بعض مناطق بغداد ما ترهم في الجميع. يعني الآن في الكرادة أمانة دائرة بلدية الكرادة دايخة أنه تلقي لها مكان حتى تجمع به أصحاب البسطيات. طيب. ولقوا مكان سواء كان في شارع العطار وغيره. بشارع العطار الأهالي مثلا ما قبلوا، فأبو دار البلدية وين يلقى الحل؟ شون يلقى الحل؟ بالمقابل تلقى المواطن اللي هو مرة يتفاعل مع أبو البسطيات، يعني تأخذ العاطفة. نعم. وهذا شيء جيد. نعم. ولكن بالمقابل هذا المواطن تلقاه يقول لك احنا هالب البسطية الأمانة ما تقدر تشيله. نعم. احنا المفترض ان نرجع مثل ما كنا قبل 2003، واستخدم القوة واستخدم كل الوسائل المتاحة عند الدولة واشيله. نعم. يعني هذا طيب. يأثر لي على السابلة ويأثر على الوضع. نعم. الحضاري. نعم. هذا المقاطعة سأحصل معنا اتصال ابو مقتدى من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مقتدى الله يحفظك، تحقيقا على كلام الاستاذ الله يوفقك. الله يوفقك. يقول بخصوص البسطيات العالم وين تروح؟ رحم الوالديك. نعم. العالم وين تروح؟ يعني مين تعيش ومين تجيب؟ نعم. نعم. انا من كربلاء طبعا، ما فد شيء خاص من بغداد. رجع اشوف واقع العالم هسه منهم المتحدث هذا. الله يبارك فيك. يعني الشباب وقاعد البيت يجارب 500 ألف بالشهر، زين والله وكيلك حط العالم اللقمة اللي تاكلها، خافوا يشوفون نفسهم هم ما شاء الله كل واحد مليارات الدولارات تطلب لهم شهريا وما يدري الشعب وين ما وين، الله وكيلك. طيب اسالك ابو مقتدى كمنظر، انت كمنظر كعاصمه في بغداد، يعني وكان بقيه المحافظات. اقول لك بغداد طيبه ان شاء الله وطيبه بحضاراتها. يعني مو ابو البسطيه اللي كاتب. طيب ممكن نلقى حل وسط مثلا، انه نشوف لهم مثلا محلات غيرها مثلا الامانه تاجر لهم مكان البسطيات اللي متواجده في شوارع العاصمه. زين ابو البسطيه اللي حاطه بسطيه ما تاثر عليه. نعم. زين شكرا جزيلا. شكرا جزاك الله خير الجزاء. نطلب من قناتكم الموقره سوي لنا شارع الشباب اللي قاعده لا شغل ولا عمل. نعم ابو مقتدى شلون ما جاء؟ لا يقول لك على الشباب اللي ما لاقين لا شغل ولا عمل. بارك الله بك ابو مقتدى. بارك الله بك، الله يحفظك ويسلمك. شكرا لك. يسلم جميع العراقيين. شكرا لك اخ ابو مقتدى. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الغالي. وعليكم السلام ورحمه الله. من وين؟ جاسم من ذي قار. حياك الله اخ جاسم. جاسم من ذي قار حبيبي الغالي، بدي اسال رئيس لجنه النظافه والبيئه. حياك الله اخوي. اسمع معاك اسمعك استاذ حسون. حياك الله. كلامه حلو وجميل والمفروض النظافه. نعم. السؤال على البيئه اللي يقول هو حكي على مود النظافه والبيئه. نعم نعم استاذ جاسم. لكن الاوبئه اللي من كثر المجاري اللي تارت الشوارع واللي النفايات. نعم اهم شيء هي هاي. بلي. نعم. اللي حضر. بلي. اللي
نعم تقصد انه اللي منتشر النفايات اللي متواجده. بارك الله فيك، كلام سليم، كلام صحيح. نعم. مثل ما يقول جاي نشدد مثل بالقوه او النظام السابق. نعم. نريد عندهم يشددون على البلديات وعلى الرقابه. طيب اخ جاسم، نعم اخ جاسم، يعني برايك هذه ازاله البسطيات وبهذا الشكل هل تراها انه صحيحه يعني مثلا ايجابيه ام سلبيه يعني برايك؟ لا والله سلبيه. نعم، يعني رفع البسطات هي سلبيه بالنسبه لل لا جاسم؟ لا يعني جاي تعارض اللي مارة الناس اللي مارة وتعارض يعني اللي عنده عمل يعني شوف السلبية البسطات متواجدة في 50% بس الناس اللي ما عنده عمل وعنده شيء وين يروح؟ أحسنت. لازم يكون له حل، لازم له حل بديل. يعني لازم على الأمانة توفر أماكن أو محلات مخصصة على الأقل مثل ما ذكر الأخ حسون إنه حتى لو متر مترين ثلاثة بس لكن بشكل نظام. النظافة والبيئة بس سؤالي هذا على مود النفايات والأول. أنا أشكرك أستاذ جاسم. أنا أشكرك. حبيبي. سؤال مهم بارك الله بيك. أنا إن شاء الله أجاوبك. شكرا لك. أجاوبك. حبيبي. نعم شباب معنا اتصال آخر. نعم أستاذ حسون تعقيبا على كلام نعم. الأخ أنا جاسم. سمعت. نعم. أنا أشكرهم الاثنين اللي هم متابعين. نعم. الأخ أبو مقتدى من كربلاء وأستاذ جاسم من ذي قار. نعم. ما يخص الشباب أستاذ حسين فد رقم مهول بالنسبة للعراقيين اللي عندنا الآن، إحنا من الموظفين. نعم. تعرف حضرتك وقد المواطن الكريم ما عنده معلومة دقيقة بهذا الأمر. نعم. إحنا عندنا أكثر من 4,500,000 500,000 موظف. اللي هي أكثر من الهند وأكثر من أمريكا، ماكو هيك عدد من الموظفين. نعم. وأنا أعتقد يعني كل اللي من الأخوة المواطنين والأخوات اللي راجعون دوائر الدولة أحياناً يجد فيض من من الموظفين ومو الكل تشتغل. يعني قد دائرة معينة أو شعبة معينة بها 6 موظفين واحد من عندهم أو 2 يعملون والبقية قاعد راكن نفسه هو. فأكو فيض. نعم أكو تقصير من الحكومة المركزية والحكومات المحلية. حتى هذا ما نقول لا. أكو مشكلة مر بها العراق بال 1987. نعم. اغلب الناس ما كانت تروح للوظيفه، واعتقد يعني يأيدوني كل من يسمع هذا الكلام. نعم. لانه اللي يريد يروح للوظيفه اولا المرتب ماله قليل. ثم لازم هو يكون محصن نفسه، ما عنده لا شهيد، يعني اقصد معدوم، ولا عنده سجين. اللي هم كانوا يعملون في تقدير الحكومه انه ضدهم. نعم. بالتالي اغلب الخريجين ما راحوا، يعني من 1987 لل 2003 يعني بحدود 16 سنة صار عندنا تراكم من أبنائنا الخريجين على طول هذه السنين. نعم. 16 سنة. ثم بعد سقوط النظام بال 2003 أيضا كانوا المهجرين والمهاجرين قصرا خارج العراق، هذا همين فد عدد لا يستهان به، كلها رجعت. وعندنا احنا بعد بدأوا خريجين أيضا يطلعون بال 2003 و 2004 صعودا، موجودين سنويا عندنا آلاف من الخريجين وبمختلف شهادات. نعم. طيب استاذ هذا كله تراكم صار استاذ حسين. نعم. هذا التراكم ولد فيض. نعم. الان التقصير عند الحكومه اللي انا ارجع اقوله شنو التقصير. المفترض ان تكون اما قطاعات مختلطه او قطاع خاص ينشط القطاع الخاص. وبالتالي راح نمتص احنا زخم من الشباب. طيب هذا الى اللحظه ما معمول به استاذ حسون يعني. نعم. يعني الى اللحظه ما معمول به بالنسبه للقطاع الخاص. استاذ حسين مو كل الامور انت مثل ما انت تتمناها او يشتهيها. طيب. المواطن ده تمشي عندنا بالعراق. طيب. انت عندك للاسف المفترض انه مجلس النواب يكون حاضر وشاهد على هذه المساله كسلطه ويحاول. نعم. السلطه التشريعيه مفترض انه يحاول ان يفك لنا هاي الازمه. طيب. احنا بالتالي نجد انه انتم اقترحوا يعني. لا هي مو احنا اللي نقترح، المفترض هم يجدون كل لجنة مختصة موجودة في مجلس النواب الموقر. طيب. يعني ينبغي من السادة النواب إيجاد حلول. نعم. يعني احنا عندنا الآن الصناعة شبه ما عطل بالعراق. ليش؟ لأنه إرضاء إلى بعض دول الجوار. حتى أنا ما أنتج، حتى أنا ما أكون دولة صناعية ويستفيد من عدي المواطن. نعم. أنا يعني تدري أعتقد سمارد أنا ما أقدر أذكر رقم بالمضبوط، ما عندي أرقام مضبوطة. نعم. كميات كميات الواردات اللي إحنا نستوردها. نعم. من دول الجوار. طيب. من تركيا ومن السعودية ومن إيران ومن الأردن وغيرها. نعم. وش نستورد إحنا؟ يعني أغلبها
مواد الفواكه والخضر اللي موجودة، وإن كان الآن قننتها وزارة التجارة. نعم. نستورد الألبان، نستورد حتى الموطة نستوردها. هذا يعني هذا فد شيء معيب، يعني المفترض أنه آني الموطة موجودة. هذا دليل أن الصناعة لا تعمل. لا، أكو من يحاول أن يقف حجر عثرة السادة حسين. نعم. أمام صناعتنا الوطنية. طيب. وبالتالي راح تستفيد دول الجوار. أنا ليش بدي أطلع العملة الصعبة مالتي خارج البلد؟ وأنا عندي الحلول، عندي مصانع. نعم. عندي معمل مع ألبان في أبو غريب. أقدر أسوي معمل ألبان في ذيقار. الأخ من ذيقار يسمعني قد يأيدني، لأنه إحنا عندنا يعني مواشي موجودة وأبقار موجودة والجاموس موجود، وعندنا في ميسان وعندنا في واسط نقدر نسوي عدة معامل لإنتاج المنتجات يعني الغذائية من الألبان. نعم. هذا كليته إذا ما عندنا الآن القدرة ومرينا بأزمة مالية، بالإمكان أنه أنا أجيب المستورد أوفر له الحماية وأنا أقدر أشتغل عليه. نعم. وبالتالي إحنا نقول قلصنا من حجم وارداتنا إلى البلد. هذا جزء أيضا أنا إذا أريد أشتغل بالمنتجات الألبان وغيرها أستاد حسين. نعم. أيضا راح أسحب أيدي عاملة وشغل. أكيد أكيد. هذا راح يخفف لي يقلل من البطالة. يعني نعم. المهندس يقدر يشتغل بالمعمل، والعامل يقدر يشتغل بالمعمل، واللي نعم. هو أبو آليات يقدر يشتغل بالمعمل في كل عموم المعامل. نعم. فأنا أرجع أقول إنه إحنا الآن بالعكس عندنا، يعني أنا مو كل شيء أنا أذبه على موظف أن يكون موظف. أنا عندي فرص عمل موجودة، وهاي فرص العمل أتمنى إنه ما يكون معرقل إلها حتى تشق طريقها وتبني بلدنا. إحنا نريد نبني البلد. 3 سنوات حرب الآن، إحنا من 2014 إلى 2017 الحمد لله تكلل بنجاح. النجاح من اللي سواه؟ النجاح أبناء العراق أنفسهم، وموجود الفتوى المرجعية للسيد السيستاني. نعم. ثم القيادة الحكيمة قائد القوات المسلحة، هذا كله مجتمعة ما كان حصل هذا النصر لولا أبناء العراق. نعم. يعني فتوى المرجعية لولا أكو هناك استجابة من المواطن ما راح تنجح للفتوى، لكنه اللي نجح أبناء العراق. نعم، من حق ابن العراق، ابن بغداد، ابن جميع المحافظات إلى حق على الحكومة، لكن عليه واجبات. هذه الحقوق مو فقط أنه أنا أعينه، هو طلع بدون تعيين وبدون ما يطلب رواتب. نعم. وراح قاتل بالجبهه واستشهد. نعم. وجرح. نعم. وتعوق. نعم. اذا انا خلي هذه استثمر منها. نعم. المواطن العراقي هو يعني دائما صاحب عطاء، وانا اعتقد انه المواطن العراقي ما يقبل اني يضر المواطنين الاخرين، يعني ما يقبل على نفسه انه يضر. لما تكون اخته ماشيه بالسوق او زوجته او بنته، أو هو يريد يتمشى بالسوق وما يقدر يمشي لأنه أكو بسطيات، يعني عودا على البسطيات، أنا أعتقد يعني ينبغي عليها أن تشذب، تقول لي وترتب وتقنن. راح أضرب لك مثال. نعم. طيب أستاذ، نستقبل اتصالات، يعني عندنا اتصالات. نعم. كثيرة. نعم أستاذ حسون، أشكرك جدا. معنا اتصال من الصغيرة محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخ محمد. محمد من قضاء. حياك الله. حياك الله محمد. ألو. نعم محمد. سامعيك أستاذ محمد. سلام أخويا، أني بالحج الشعلي. حياك الله. نعم الحقيقة بس عندي مسألتي، يعني هي طبعا مو يم الحج معكم، بس أنا من القناة مالتكم أرجو بيك البركة. تفضل. أنت عراقي الله. تبقى عراقي ومستمع. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله. نعم، شنو مشكلتك أخ محمد حتى ننقلها للجهات؟ إحنا نعم. المشكلة مالتنا المي والأرزاق. نعم، أنت وين منتسب الحشد؟ وين؟ بأي لواء يعني؟ أنا سراي الخرساني بلواء 18، أداوم صلاح الدين جبال حمرين. سراي الخرساني. نعم، لواء 18. نعم، في حمرين. شنو مشكلتك أخي العزيز؟ لا، أكو عندهم عجز بالتجهيز. الأرزاق؟ بالأرزاق مالتهم. هذه يعني مشكلتك بالأرزاق. أخي محمد؟ إي والله، مي يومية يعطونا بطلين، يعني أنا بطلين وين أوديهم؟ نعم. طيب. إن شاء الله. محمد؟ على ما يبدو انقطع الاتصال مع الأخ محمد، نتمنى أن يعاود الاتصال حتى نفهم بوضوح شنو مشكلته. نعم أستاذ حسون، الحملة هل تشمل البسطيات والأكشاك أم أنها تشمل كذلك البيوت المتجاوزة أيضا؟ نعم. الحملة عامة أستاذ حسين. طيب. الآن أنا في تقديري أنه بدأ تطبيق القانون عند الحكومة العراقية، يعني 3 سنوات اللي مضت من عمر الحكومة، واللي يعني جزاء الله خير كل مقاتل وكل غيور اللي شارك بيها، واللي انتهت على خير وسلام ورجع، يعني رجعت أراضينا بعد ما دنسوها الأعداء. هذا أقول الآن من المفترض أنه الحملات
مرة واحد يقول لك ها أني كنت أقاتل و... نعم. والمفترض أنه أنت تدير بالك علي. أي نعم. هذا هو كان عليه واجب، لا أدى واجبه وزيادة. ولكن بالمقابل لما أنا أقول له هذا بناء بلد أعتقد وأفهم الموضوع نعم. أنا أعتقد راح يجاوب وياي أكثر نعم. بدليل أنت الآن الأستاذ محمد هذا المقاتل البطل نعم. اللي هو موجود نعم. من سرايا الخراسان اللي بصلاح الدين نعم. ويقول لك أنا ما عندي يعطوني قنينتين مي وأرزاقي قليلة نعم. أنا هسه هو يسمعني، تتوقع انه استاذ محمد استاذ حسين هذا المقاتل راح يترك المكان ماله حتى لو صار بطل مي؟ اكيد ما يترك، ما يترك المكان ماله لانه عنده غيره على البلد ماله. أكيد. فانا اقول كل العراقيين بما انه اكو عندنا غيره بالامكان ان يكون هناك تفاهم ما بين المواطن وما بين الجهه المسؤوله. الان بما انه القانون بدا ياخذ مجراه طبيعي، خلينا احنا نستثمر هاي الشغله ونجد الحلول المناسبه، لا ضرر ولا ضرر، لا اني لا هذا متضرر ولا هذا متضرر، لانه احنا اذا نجي بلغه نحكي بلغه الارقام، اني اقول لك ها والله اني بالنسبه لي اقول باشر عقبه تجي انتخابات مثل ما الاخ قال ويناشد الاخ دوله رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور حيدر العبادي يقول جاي الانتخابات، يعني هو يتوقع بما انه جاي الانتخابات اذا العبادي لازم يسكت عن الخطا. نعم. هسه هو مو اقول خطا دي يشتغل هنا بهذا المكان، نعم. لكنه المكان اللي مأثر به على المواطنين، لا مرجعيه تقبل ولا الدين يقبل اماطه الاذى عن طريق المسلمين. نعم راح يرجع يقول لي القي الحل. نعم الحكومه ملزمه ان تجد الحل. انا بس اضرب لك مثال استاذ حسين. نعم. قضاء المحموديه اللي هو تابع الى بغداد من اقضيه بغداد السبعه. السيد محافظ بغداد ايضا كانت اكو هناك مشكله في قضاء المحموديه، اكو نعم. متجاوزين على الارصفه، اعلن اجى مستثمر سوى له محلات موجوده في قضاء المحموديه نعم. قرب السوق القديم. المحلات اعتقد بحدود ال 120 محل نعم. عباره عن سندويتش بانال وفد محلات بسيطه لكنه مرتبه ارضيتها بها مجاري بها مي بها كهرباء ومؤثثه، وابو البسطيه يقدر يسكن هذا المكان نعم. لانه فشي بسيط مو تقول يعني راح يكلفه ايجار غالي وعالي. للاسف الى الان المتجاوزين ما دخلوا به نعم. انت تقول جدل لهم البديل ومو تقول اني المكان مثلا مكان اللي دا يشتغل به بالبسطه هنا واني اوديه الى مكان يبعد 10 كيلو او 5 كيلو عن المكان اللي يعمل به نعم. في نفس المكان بحلق السوق اللي هو دا يشتغل. أنا أقول ينبغي أن نكون متعاونين كمواطنين واضح. وإن شاء الله مواطنين صالحين، كل العراقيين مواطنين صالحين نعم. يعمل لقمة العيش دي يأخذها هذا بالبسطية دي يأكلها بحلال، هو يقدر يطلع بغير طريق وهذه، بس بالمقابل نعم. هذا الشيء اللي دي توجه ودي يشتغل يطلع من الصبح ويرجع بالليل لأهله وجايب لقمته بحلال مثل ما يقولون، أنا أتمنى نعم. أن ما يأثر على الآخرين نعم. واحد، وبالمقابل ما أتمنى على أمانة بغداد أن تستخدم الاسلوب القوي والاسلوب نعم. الخشن امام جهه تعتبر نفسها هي ضعيفه نعم. ما عندنا مواطن ضعيف، احنا الكل اقوياء نعم. ان شاء الله. وضع حلول من قبل الامانه. معنا اتصال اكرم. السلام عليكم. اهلا اخ اكرم من كربلاء. نعم شلون حالك؟ حياك الله اخي. انا بس انا بس انا عندي واحده نعم. يعني احنا مو شباب راقيين احنا نعم. مو لهذا البلد ولا بس شويه صوتك صوتك غير واضح. نعم اكرم أجل كانت مو من العراق هاي بلدي من حق أقال يعني وين الشغل يعني لا شغل لا عمل أنا شاب واحد ما عندي دينار نعم يعني وين العجل بلي نعم اكرم الصوت غير واضح اتمنى لا ادري انا اللي نعم. افتهمته انه اكرم حقه كمواطن يقول انا وين اروح يعني المفروض انه تتوفر له بالنسبه فرصة للعمل عمل استاذ حسين انا اسال احنا تعدادنا الان 35 مليون وان شاء الله في زياده قد اكثر تعداد آخر تعداد بغداد 47 تقريبا تعداد بغداد 7.5 الى 8 مليون نعم. هل انه الناس تريد كل بغداد تكون موظفين يعني معقوله هو الا ان يكون موظف لا اكيد الاعمال نعم. الحره وين صارت نعم. الفلاح وين والتاجر وين والنجار وين في هذا الحال القطاع الخاص حتى يعمل قطاع خاص هو موجود نعم. بس ينبغي الالتفات عليه من قبل الحكومه الاتحادية اذا لحظه مجرد اعلام والحكومه المحليه إذا نعم لحظة هو مجرد اعلام يعني لم نرى شيء فعلي على ارض الواقع يعني لا هي موجوده استاذ حسين انت تعرف حضرتك نعم. اكو كثير من اصحاب ما اقول الكل نعم نترك بعض طيب موجودين من عندهم ما عنده
معيشة ثانية أو أسلوب للحياة بالعيش بالحياة بعيش كريم سوى هاي البسطية. وأكو آخرين لا عنده عدة شغلتين وثلاثة، كأن يكون هو موظف بالداخلية أو يعمل بالداخلية والعصر عنده بسطية، يعمل موظف في فلان مكان يشتغل يعني أبو السباح وأبو المحابس وأبو عدة هاي المهن الحرة الأخرى. نعم عدة مهنة هنا ومهنة هنا. طيب. ما احنا ما نريد نقول له ممنوع عليك، لكنه هو دي يأثر على الآخرين اللي ما عنده مهن، ودي يصير بيع وشراء حتى على المكان البسطية اللي موجود في الكرادة وفي الحارثية وغيرها من الأماكن، يصير بيع وشراء بمعزل عن الحكومة، لا الحكومة مستفيدة ولا مضر يعني منتفعة، والناس الطالب يعني الكل الطالب أمانة بغداد والطالب الحكومة المحلية أن يا حكومة محلية يقولنا حل للمتجاوزين. نعم. زين بالتالي الحكومة المحلية إما أن تقف مكتوفة الأيدي أو أمانة بغداد تقف مكتوفة الأيدي. نعم. وتترك الأمور على الغارب مثل ما يقولون بالنسبة للآخرين. نعم. هذا يعني الجانب الآن الحكومة جادة به، لا انتخابات راح توقفهم. ليش؟ لأنه هي مو المسألة يعني احنا شوف احنا دنقع بأخطاء العملية السياسية مالتنا برمتها من 2003 إلى الآن تعكزت واتكأت على أخطاء. من هاي الأخطاء مثلا فلان اللي هو راح يرشح، أجي أني أقول له أني راح أنتخبك، أنا اللي أتمنى أنه أنا متجاوز باني لشباني، أني هي كلها 100 متر أو 50 متر والحكومة تريد شيني أو البلدية تريد شيني، يقول لي يبقى بمكانك وأنا راح أنتخبك. هذا خطأ، هي مو الانتخاب أنه أني بقيني بمكاني وإذا ما بقاني مكاني ما أنتخبه. يعني الآن السؤال هل إنه إحنا مع الانتخابات بهذا النظر الضيقة لأمام بناء بلد متكامل نريده بالجانب التنفيذي والتشريعي والقضاء يكون يعني ينقل صورة جيدة ومشرقة عن العراقي الشجاع اللي قدر أن يطرد داعش. أنا أعتقد إنه إحنا نشتغل على هذا الجانب الجيد والإضاءة المشرقة للبلد. أحسنتم أستاذ حسون. معنا مشاركة أبو عباس من المثنى، حياك الله أبو عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا احنا بنسمع هاي صارت هاي مال الصفقات. نعم اذا امكن شوية تعلينا صوتك حتى نسمعك انا وضيف. نعم قاعد الشرطة. نعم ابو عباس ما اسمع. طبعا هاي مال الصفقات صارت هاي ايش يعني بتسمع بالسماء والصفقات حل دولة القناة. ابو عباس شكرا للاتصال. طبعا قطع الاتصال معنا مشاركه. شكرا لك وشكرا لمشاركتك لابو عباس من المثنى، لكنه الصوت كان غير واضح. نعم. احنا بعد اكو موضوع استاذ حسين اذا تسمح لي. طيب. الاخ جاسم اعتقد ينتظر اجابته من ذي قار اللي سئل عن المجاري والنفايات. وهذا ايضا تقصير موجود عند امانه بغداد. طيب. في بعض دوائر البلديه، ما اقول الكل، بعض دوائر البلديه بالنسبه للمجاري والنفايات اللي المفترض انه قبل موسم الأمطار قبل الشتاء ينبغي على أمانة بغداد، وهي أكو توجيه عام معمول به، لكنه بعض الدوائر البلدية ما تتهيأ إلى موسم الشتاء. يعني وإن كان إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمطار، لأنه هذه تخدمنا، ما نتمنى أنه يكون بدون مطر حتى تستفيد أمانة بغداد وما تتأثر. نعم. هذا من صالح أمانة بغداد. نعم. إن شاء الله ينزل المطر. نعم. سادة حسين، موضوع المجاري كان يعني اكو تقصير عند بعض الدوائر البلديه انه ما تسلكها، ما تنظفها، ما تاهلها، ما ترفع الرواسب اللي موجوده بها. هذا المفترض انه هي سنويا او على مدى الاشهر هي مستمره. نعم اكو دوائر بلديه حتى من نبخس الناس اشياءهم، ما نقول انه الكل مقصره، عندهم عمل دؤوب ويشتغلون، والبقيه ان شاء الله ايضا يعملون بهذا النفس. لكن بالمقابل اكو بالتسعينات من القرن الماضي يعني كان ظرف الناس تدري انه والله بذريعه انه احنا كنا كان عندنا حصار، فما كان اكو ذيك المتابعه للمجاري. طيب عملوا ربطات ما بين مجاري الامطار والصرف الصحي، تم ربطها وقسم من عندها هذه وين يروح المي مالتها، يروح الى النهر على نهر دجلة أو على نهر الفرات. نعم. طيب معنا اتصال ناظم. ناظم من النجف، حياك الله أخ ناظم. نعم حياك الله. السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للأستاذ حسن الربيع راح يدي بهذا البرنامج، حياك الله.
حياك الله استاذ ناظم. شكرا لك. حياك الله استاذ من عزيز. بالنسبه للاستاذ السؤال كالاتي. نعم. ما هي البدائل للمتجاوزين على الاراضي الزراعيه وما هي البدائل لهم فيما لو يعني ازمجيله هذه المناطق وهي بالالاف ما يقارب 12,000 وحده سكنيه في محافظه النجف الاشرف هي تجاوز وزراعي، ولكن ما هي البدائل لهذه العوائل؟ نعم. سؤال جيد ان شاء الله. الله يبارك فيك استاذ ناظم. شكرا لك اخ ناظم. شكرا للاتصال. انا راح امر مر سريع استاذ حسين حتى نعم. نغطي موضوع المجاري. قلت لك اكو تقصير عند بعض الدوائر البلديه نعم. ينبغي ان يكون هناك طيب عمل مستمر والا ترمى بال اخ حسن نعم. نعم. نعتذر جدا. اتصالات كثيره. علي من علي من بغداد. حياك الله اخ علي. حياك الله اخ علي. اي تفضل اخ علي. علي اعتقد انقطع الصوت على ما يبدو انقطع الاتصال مع الاخ. الى اني عاود نعم الاتصال استاذ حسين. نعم. انا يعني امر قلت لك هذا التقصير اللي موجود لانه اكو ربط. جاسم سال سؤال مهم قال انه هذه بالبيئه. نعم. فعلا اكو كميه غير قليله من مياه الصرف الصحي ترمى الى نهر دجله. نعم. انا اتحدث عن بغداد والمحافظات اللي على نهر الفرات ايضا ترمى قسم من عندها هناك. أنا أتمنى أنه تكون هناك معالجات. نعم. لكن هاي المعالجات مو من السهولة أنه تسيطر عليها أمانة بغداد. نعم. ومشكورة أمين بغداد لما رفعت كتاب إلى السيد رئيس الوزراء وتحدثت به بكل جرأة. نعم. وشفافية وشجاعة أنه مدى تقدر تسيطر على كل المياه اللي ترمى إلى نهر دجلة. نعم. موضوع النفايات طبعا الموضوعين بين هلالين استاذ حسين. نعم. بيها سوء اداره وسوء يعني بيها فساد مالي وسوء اداره. طيب للاسف يعني النفايات ايضا كان من المفترض ان يتم العمل على يعني استخدام شركات استثماريه للعمل. نعم. على رفع النفايات من الاليف الى الياء من الكناسه وجمع النفايات الى ايداعها الى الطمر الصحي، لكن للاسف الشديد هذا ما موجود عندنا. نعم. لا بالنظام السابق خلال مدى 35 سنة عمل عليها. عمل على أنه أكو مطامر موجودة بأطراف بغداد تودع لها النفايات بالكامل. نعم. سواء كانت مواد عضوية أو فافون وبلاستيك وزجاج كله يرمى ويطمر هناك. نعم يجون النباشة يطلعون البلاستيك ويبيعوه، يبيعون الكرتون، يبيعون الزجاج وغيره. هذا إن شاء الله يعني أكثر من مرة إحنا فاتحين أبواب سواء كان أمانة بغداد أو محافظة بغداد. نعم. على استخدام شركات. طيب. استثمارية اللي تقدر تعمل لأنه في ظل الأزمة الاقتصادية ما نقدر إحنا يكون عندنا هذا المشروع المتكامل. نعم. طيب أستاذ حسن عندنا أسئلة كثيرة والوقت داهمنا. أنا أستاذ حسين إذا تسمح لي موضوع البدائل عن الأراضي الزراعية. نعم. أستاذ علي يعني موضوع الأراضي الزراعية في بغداد الكثير اللي سأل ناظم عليها. ناظم ما سمعناه. ناظم من النجف. نعم. احنا عندنا الان سالني الاستاذ حسين بالبدايه قال المتجاوزين الاخرين. انا بالدوره الاولى اللي هي من 2009 استاذ ناظم استاذ حسين كان عدد المتجاوزين عندنا على الاراضي سواء كان زراعيه او اراضي الدوله وغيرها. نعم. 225 مجمع. طيب مجمع سكني متجاوز. الان احنا بال 2018 صاروا اكثر من 1200 مجمع سكني. طيب. متجاوز. ما الحل مع هؤلاء يعني؟ لا احكي لي الاسباب. منو الاسباب استاذ حسين؟ نعم. تعرف انت تجريف الاراضي الزراعيه اللي صار في عده مناطق من البساتين واراضي زراعيه اللي هي يعني الارض الزراعيه اللي ما توصل حصه مائيه. طيب. وما بها غله غذائيه، ما بها سله غذائيه. فالمفترض من عماله بغداد او وزاره البلديات سابقا. نعم. اللي الان ادمجت ويا الاسكان. نعم. هذا المفترض بها بما انه ما عندها سله غذائيه وماكو حصه مائيه. نعم. تحولها الى ارض سكنيه. وفق التصميم الاساسي اذا كان في بغداد وفق التصميم الاساسي. طيب. لمدينه بغداد محافظه بغداد. لكن للاسف روح شوف اسال من اللي دا يستفيد من تجريف البساتين. اشخاص يعني اشخاص معدودين دا تكون الاموال بجيوبهم مو بجيوب الدوله. ويقعد هو يخطط ويقسم ويسوي شوارع ويسوي والله شنو عنده حل ازمه السكن. عندك خبر استاذ حسين. نعم. اكو قسم من المتجاوزين ما اقول الكل حتى لا اظلم الاخرين. نعم. اكو قسم من المتجاوزين ما عنده ارض هو والعائله مالته كبيره وما يقدر ياجر راح يتجاوز. هذا المفترض انه الدوله تلقي له حل. تجد وحدات سكنيه او شيء هذا وان كان عملنا على جزء من عندها
سواء كان اكو مجمعات سكنيه في ابو غريب وعندنا مجمع في الدهنه وعندنا يعني مال بسمايه الان دي يشتغلون به اللي هي قوامه 100,000 وحده سكنيه والى الان هو غير مكتمل. انا اقول هذه من المتجاوزين اكو ما عنده واكو لا هو قد يكون مطلوب يعني سواء كان عشائريا او هو كان مطلوب من ازلام النظام السابق ونزح من المحافظات الجنوبيه او الغربيه او غير هالوسط واجى الى بغداد وجاء سكن بالمتجاوزين مع المتجاوزين. وقسم من المتجاوزين هو مو متجاوز، عنده بيت وعنده قطع سكنيه اراضي سكنيه بس عنده ميزانيه تاهله ان يبني بيوت ويبيع. وتلقى انت هوايه بالدور السكنيه مكتوب عليها الدار للبيع او الدار للايجار. انا اقول اذا هذا المتجاوز هو محتاج ليش يبيع الدار مالته؟ نعم تمام لو لا؟ ثم من اجى الحق انه هو يبيع ويشتري باملاك الدوله؟ الان الدوله عندها دراسات من اجل يعني سواء كان بناء وحدات سكنيه او توزيع قطع اراضي. في تقديري توزيع القطع الاراضي ما راح تكفي لانه انت في بغداد ينبغي ان تكون هناك بناء عمودي حتى نحل لنا جزء من هاي المشكله لانه بغداد تحتاج الى 3 ملايين وحده سكنيه حتى نحل ازمه السكن. نعم. انا اعتقد اذا يكون نعم طيب يعني باختصار استاذ حسين اذا يكون بعد حتى لحظه مساله شكرا جزيلا لك ولتحملك. نعم. اقول اذا كان هناك تعاون ما بين المواطن وما بين المسؤول انا اعتقد نوصل الى نتيجه. اما نعم. اذا انا اكون مدفوع من قبل الاخرين ويتصور انه اخونا وابننا ابو البسطه يتصور انه راح يبقى لانه المسؤول باشر عقبه وراء انتخابات فراح يبقي اقول انا جدا واهم هو مو هي هنا المقياس والمعيار وما نريد نعيد الكره مال 2004 و2005 لانه الكثير من المتجاوزين سواء كان عضو في مجلس المحافظه او عضو في مجلس النواب ابقى على هاي الحاله المتجاوز عليها. انا اتمنى انه هاي تزال لانه احنا نريد نبني بلد مثل ما حررنا بلد ان شاء الله. اكيد احسنتم. باختصار انباء عن تعرض الملاكات التنفيذيه التابعه لكم الى إذا من قبل طبعا بعض المواطنين المتضررين تنفون ام تثبتون يعني هذه استاذ حسين انا ما اتمنى لا المسؤول يعني ابو الشرطه الاتحاديه ان يعتدي على اي مواطن مو من حقه ان يعتدي ولا اتمنى انه المواطن ايضا يعتدي على ابو الشرطه الاتحاديه. ينبغي عليه ان يكون هو يعني المواطن يقول له تعال القي لي حل وبهدوء ويقدر ينظم له مجموعه طلبات يعني مجموعه الاسماء يذهب بها الى امانه بغداد تلتقي ويا امين بغداد دكتوره ذكرى علوش او ويا رئيس مجلس المحافظه او ويا محافظ السيد محافظ بغداد وبالتالي نقول نحلها حل ودي لا نجنب الاعتداء من قبل الطرفين. انا ما يسرني ان اسمع شرطي يعتدي على مواطن ولا مواطن يعتدي على رجل امن هو بالواجب. يعني رجل الامن انا سمعت كلام دي تسامن احد الاخوه اصحاب البسطات ببغداد جديده يقول احنا عندنا كل من عنده شهيد وشهيدين والله اخليك على راسي. لكن بالمقابل ابو الشرطه الاتحاديه هذا هم اخوك هم ينطى تضحيات هو طالع بواجبه هو طالع بواجبه. فاني اتمنى ان لا نندفع وراء الاعلام المغرض. يعني اكو اعلام مغرض يحاول ان يأجج ويكبر هذه المساله رغم انه هو الى الحق ان يعمل وان شاء الله الحكومه الان بدات تتعافى بعد التحرير. نعم طيب استاذ حسن في نفس الموضوع وايضا على الاعلام، ما هو الدور المطلوب من الاعلام في اطلاق حملات مثلا لتوعيه المواطنين بضروره مراعاه القانون وعدم التجاوز على الذوق العام وكذلك المصالح العامه؟ انا اشكرك استاذ حسين والله هذا فشيء جيد جدا، اذا كل الاعلام يعني مثل قناه الطليعه دي يتحدث بهذا النفس شكرا يحاول انه يبني يعين المواطن على البناء لنفسه. يعني احنا نوبات احيانا خلط الاوراق اللي موجود بالاعلام يضيع علي الحقيقه تمام تمام. فانا اتمنى من القنوات ومنها قناتكم الموقره ان نحاول ان نسهل الامور نرتب نقرب بين الاثنين نروح للمواطن نقول له يا مواطن انت ترى معتدي، اذا انا كان اخوي عنده بسطيه المفروض انا اقول له لا ارجع لي ورا لانه انت تاثر، وابو الاتحاديه رجل الامن اللي هو طالع بواجبه اقول له حاول ان تتحمل لان هذا اخوك او ابنك وهو ما عنده هو محتاج وين يروح طيب. فانت تحمله نعم انت طالع بواجبك لكنه تحمله. عوده الى اخرى الى الاعلام انا اقول ابو الاعلام هو مع المواطن
لو ضد المواطن. نعم. خلي فهمنا مع بناء حضاري لبغداد لو ضد هذا البناء، يعني أنا حتى أراعي حقوق وشعور المواطن إذا أنا لازم أخرب بغداد. نعم. هذه معادلة غير صحيحة. نعم. طيب أستاذ حسون، المعترضون يطالبون بالبدائل، هناك بدائل؟ والله إن شاء الله أنا أحكي لك أكو بدائل. نعم. يعني بس تقول لي هاي البدائل بعد شهر لو بعد شهرين، هل إنه المواطن راح ينفذ؟ يعني مثلا أنا أخذ مثال على ذلك، الكرادة، بلدية الكرادة. نعم. أكو متجاوزين على الأرصفة. نعم. سيد مدير الدائرة البلدية وجه بتوجيه إلى جامعة التكنولوجية وقدموا له حلول لإنشاء بسطات. نعم. مرتبة منظمة مرقمة، حتى أبو البسطية الله لا يقدر إن شاء الله يعني انتهينا من موضوع التفجيرات. نعم. والسيارات المفخخة، هذا لما يصير أنا يتعرض إلى أي يعني حدث. نعم. أنا ذاك الوقت يعرفون أنه هاي البسطية المرقمة رقم كذا عند رجل الأمن. نعم. وعند الدائرة البلدية أنا معلوم ومعروف، ومحل سكني ومحل إقامتي يكون معروف، فإحنا حرزنا موضوع الجانب الأمني. طيب. وحرزنا التنظيم. نعم. لكن نعم. إلى الآن هاي الفكرة ما رأت النور. يعني مفترض أنه خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ، يتم العرض. أستاذ حسون، الوقت جدا داهمنا، هناك أنباء عن عرض بعض المتجاوزين الرشاوة للملاكات التنفيذية لعرقلة إجراءات، كيف يجب أن تواجه هذه التصرفات المشينة في المستقبل؟ للأسف موجودة أستاذ حسين. طيب أنا كيف أتمنى على كل إنسان نواجهها. نعم. يعني هي المشكلة أنه أنا دا أخذ حق غيري. طيب. دا أشتري بفلوس. فيعني أي واحد يسجل هيك ملاحظة، أنا أعتقد الشكاوي اللي موجودة أو هواتف الشكاوي اللي موجودة عند الدوائر البلدية موجودة متاحة، وكذلك رجل الأمن أكو شكاوي موجودة سواء كان عند عامر الفرقة أو عامر اللواء أو عامري الأفواج، بالإمكان أنه واحد يبلغ عنها. وإحنا إن شاء الله نأمل يعني الكل ده ترفع شعار ضد الفساد والمفسدين. ده. نتمنى ونأمل إن شاء الله من الجميع أن يتعاون لإيجاد عراق خالي من المفسدين. نعم. أيضا موضوع مهم، هل وضعتم يعني مع الجهات الأمنية خطط لإزالة السيطرات الأمنية العشوائية التي يعني أصبحت ترهق المواطن البغدادي خصوصا؟ أستاذ حسين، توجيهات السيد رئيس الوزراء برفع كافة السيطرات، و يعني عملوا عليه هذا الأمر. طيب. لكنه تعرف أنت أبو الأمن يعني أحيانا هو اللي يوجه، هو اللي يقول أنا جتني إخبارية سواء كان يعني جهاز المخابرات أو الاستخبارات. يقول لك أنا جتني إخبارية على أن راح تكون هناك تفجيرات. هذا الأمر يدعو رئيس الوزراء أن يبقي على قسم من هذه السيطرات. نعم. لأنه إحنا عندنا أن يراق قطرة دم من مواطن عراقي، هذه أذية أكثر مما أنه خليني أنا أتأخر شوية ولا ينجرح حد مواطن بغدادي أو عراقي أو يتعوق أو واحدة من الأخوات أمهاتنا. نعم. ما نتمنى أنه هذا يصير. فلذلك يعني أكو خطة لرفع كل السيطرات والحواجز. نعم. وإيجاد سيطرات خارجية تعمل بالتفتيش عن طريق السونار والكيناين. أنا أعتقد إذا عملنا على هذا الأمر إن شاء الله راح ننجح، تكون الشوارع الداخلية مفتوحة لأنه أنت مأمن على الحدود، مثل ما الآن أبنائنا جيش الشعبي الحشد الشعبي. نعم. وقوات أمنية جاي يعملون على الحدود العراقية السورية، وإن شاء الله من تتأمن هذه الحدود إن شاء الله الداخل يمسك بعد أكثر ويأمن المواطن ويكون استتباب أكثر للأمن بهذا الجانب. نعم. طبعا في الختام لا يسعنا أن نشكر ضيفنا الكريم رئيس لجنة النظافة والبيئة حسون الربيع. شكرا جزيلا لكم أستاذ حسون ولحضوركم لبرنامج أنت المهم. شكرا لك، الله يبارك فيك. نعم. شكرا. شاكر لكم وشاكر للقناة اللي تتعامل مع الحدث، يعني الحدث المهم. نعم. مع المواطنين. نعم. شكرا لك أستاذ حسون، وكذلك شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج أنت المهم. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم حسين السعيدي، وتحيات كادر العمل، وإلى الملتقى.